إن مجلس الأمن مطالب بتحمل مسؤولياته في إدانة ومساءلة الدول الداعمة للإرهاب الذي تتعرض له بلادي الجمهورية العربية السورية، ومطالب أيضا بحمل هذه الدول على الكف عن ممارساتها الهدامة واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. الجعفري: زيادة التطرف في سوريا يتم بمباركة عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وترحيب أوساط التكفيرين في دول تدعي الريادة في مكافحة الإرهاب. بوتين وكاميرون: لدينا اهتمام مشترك لوقف العنف في سوريا بسرعة وإطلاق عملية حل سلمي مع الحفاظ على سلامة أراضيها وسيادتها. بواسل قواتنا يبسطون الأمن والاستقرار على قرى وبلدات في أرياف حمص وحماة ودمشق. وعصابات المستوطنين توغل في عنصريتها وتقتلع أشجار الزيتون من أراضي الفلسطينيين في محاولة لقضم المزيد منها.